صباح الخير. من آلاف السنين والإنسان بيحلم إنه يطير، حاول مرارا وتكرارا عبر العصور إنه يلاقي وسيلة أو طريقة لأنه يحس بالإحساس الطيران الحر مثل عصافير. اليوم بوقتنا صار في أكثر من وسيلة بتحسسنا بالإحساس، إحساس الطيران أبدا مثل العصافير. بلبنان وذا تويست اليوم رح نختبر الطيران، وصدقوني المنظر من فوق أكيد غير. رح نشوف كيف طرت من غصتا على جوني بالكليب. بس قبل خليني رحب بضيفي ألان جابرييل. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك ألان. أنت لايسنس بارابونتيس باراجلايدر، يعني عندك رخصة من فرنسا اللي بتخليك أنك بتخولك أنك تطير انترناشونالي. صح، يعني فيك تطير مش بس بلبنان، بكل بلدان العالم. صح مزبوط. وإلك أكثر من 25 سنة بتطير، يعني صار في عندك أكثر من 2000 طائرة. مزبوط. بس اكيد اول طايره طرتها عندها احساس مختلف. صح صح، دائما سبيسيال هيدي الطايره، يعني الواحد ما بينسيها. يعني من اكثر من 25 سنه بس بعدك تتذكرها، خبرنا شوي عنها. اكيد، لانه هيدي الطايره هي الواحد بيكون رايح كرمالها اول شيء، يعني عم بيتعلم وجاي على باله يطير، اكيد ما حينسيها. الاحساس تبعها هو اللي بيضله دائما. انا بعرف انه انت كنت كثير صغير اول ما طرت، اول مره طرت، طرت بي بلس اما لا، طرت دغري شو اسمه لحالي سولو، كان عمري تقريبا 16 ونص 17 هيك شيء. فيك يعني بعمرك كثير صغير، يعني قاصر فيك كثير. ايه اذا الاهل ايه ما في مشكله، يعني حتى بالعالم وين ما كان ببلشوا عن عمر صغير، ببلشوا على 15 سنه حتى بلاد برا، بس مهم ايه الاهل يكونوا راضيين يعني. اوكي، وكيف هيك اول مره طرت لحالك؟ يعني اكيد كان عندك القوه والشجاعه انك تطير لحالك بفوال. هلا 15 سنه اول مره، سوري 16 سنه، ما بعرف قد ايه كان، اكيد في شجاعه يعني، وفي الحب للسبور بالنهايه وحب الطيران. بقى هيدا بهيدا الاطار فت بهيدا السبور يعني. فاول ما طرت اول مره كان عمرك 17 سنه، وكان الاحساس هيك، شو حسيت اول ما صرت بالهواء؟ إن انا رح خبر عن كمان التجربه تبعي بالكليب، بس قبل بدك تخبرني شوي شو حسيت اول ما صرت هيك بالهواء. عندك بتحس بهالحريه وهال اذا بدك الديتاتش، يعني الديتاتش عن الارض، يعني هالابتعاد عن الارض، وبتصير بدايمنشن ثاني نهائيا. سو كل شيء اللي عم بتشوفيه غير شيء ما انك اجريك واقفين على الارض وعم تطلعي حواليك. صحيح، هذا الشيء الحلو بالباراجلايدنج. مزبوط، هي مثل ما قلت انه المشهد من فوق طبعا غير شكل. رح نشوف كيف المشهد كان من غصتا على جوني بهالكليب سوا.
شو السر انه الواحد بيكون بخاف من العلو؟ يعني اذا انا مثلا بطلع على هيك بنايه 10 طوابق اكيد ما بقرب من البلكون، اكيد ما بقرب، بس لما طرت معك ما كان عندي مشكله، يعني ما خفت من العلو ابدا. لانه بالمفهوم العالم شوي للباراجلايدنج بيفكروا انه نحن عم ننط اول شيء، وكل شيء هذا الخوف اللي بيجي من العلو هو اسمه اكروفوبيا، يعني هي اذا بدك هو الفير اوف فولينج، يعني الخوف من الواحد يقلب مش الخوف من العلو. بقى بالباراجلايدنج نحن وقت عم نقلع اول شيء ما عم ننط، يعني عم نركض فشختين، عم نركض وهي عم تحملنا وبالجو قاعدين، يعني بطل فيها اذا بدك هالكونتاكت بين الاجرين والارض. بقى مش هيك ما خصها ابدا، يعني حتى صار في دراسات انه العالم كانت تجرب تيجي انه ايه بدي اشيل الخوف من العلو، يلا بروح بعمل باراجلايدنج، واللي هي ما حتشيل الخوف من العلو اذا عملت باراجلايدنج، لان عالم مختلف نهائيا. يعني ما بننصح العالم اللي عندهم اللي عندهم خوف من العلو انه يعملوا باراجلايدنج. لا بالعكس بالعكس، لانه ما خصه، هي ما خصها بالخوف بالعلو. هذا هي الشغله انه ما خصها بالخوف بالعلو، مش هيك لانه اجريك قاعده بالنهايه بالجو. بتساعد بتساعد، يعني اذا حدا بخاف من العلو وعمل باراباونت ممكن اكيد 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 حتساعده، بس مش هي اللي حتشله الخوف، يعني اذا جاي يطبب حاله انه بده يشيل الخوف من العلو، بالعكس حيكون هالقد مرتاح بالباراجلايدنج لانه ما خصه. الان هلا شفنا بالصور وشفنا بالفيديو كمان انا طرت معك بي بلس، خلينا خلينا نفسر بالاول شو هي البي بلس. البي بلس هي انه انفاكت هي كلمتين، يعني جاي بالفرنسويه كمان، البي هي بينوم يعني شخصين، والبلس هي المحلين، سو تيختصروا شوي مش هيك صارت اسمها بي بلس. يعني شخصين عم بيكونوا شخصين بنفس ال، اما بالانجلش بيقولوا لها تندم. طيب بس اكيد يعني التجربه بتختلف من وقت يكون واحد طاير بي بلس او عم بيطير لحاله. الطائرة لحالها غير مختلفة تماما. صح. هلا اكيد واحد اذا بده يطير لحاله، هلا اللي عم بيجي عم بيعمل بي بلس هي عملية 5 دقائق بنعمل له بريفنج على التقليعة شو لازم يعمل، بتطمن له باله شوي مزبوط ومنطير، بتفسر له على الاكيبمون ليطمن باله انه كل شيء سيف وعندنا كل العدة كله تشيك اب انه دائما. وبعدين اللي بده يتعلم ساعتها هون بده يعمل تريننج، يعني بياخذ الكورس اللي هو على اول كورس على مرحلة الجمعة، اوكي اللي هو الليفل اي، بعدين في الليفل بي وشوي شوي هو بصير يتطور. يعني بمرحلة جمعة تقريبا بجمعة بيقدر الواحد يكون عم يطير لحاله. صح، بس اكيد معه اجهزة ونحن باتصال دايم معه بالجو، يعني عم كمان عم نساعده وعم نقول له كيف شو لازم يعمل كل هالامور هي. هي فعليا على الارض بيكون عم بيتعلم على الارض، عم يعمل تريننج على الارض. صح، واول مرة بيطير لحاله بيطير دغري، بيكون اول مرة بيطير لحاله. صح، يعني بدها كارج. بدها كارج وبدها يكون شخص هو جاي على باله اكيد بالنهايه، يعني ايه طبعا جاي على باله يطير. وهون بتنصحون اكثر من مره يطلعوا بي بلس تيتعودوا على الفكره وبعدين؟ هلا اذا مش ضروري، في عندك في ناس بيجوا بيتعلموا ما بكونوا عاملين ابدا بي بلس وبيتعلموا وحابين الشغله، يعني حاسين حالهم بالالمنت تبعولهم. في ناس اذا عندهم هالتردد هيدا شوي، ايه اكيد نحن بناخذهم ساعتها بنعمل لهم طيره تيتعرفوا اكثر على الجو وهيك، وبعدين بيرجعوا بيكملوا الطيارات لحالهم. الا في في عمر محدد للاشخاص يطلعوا معك بي بلس؟ بي بلس بنبلش صراحه من 5 سنين، حتى اقل اوقات 4 اذا الشخص اذا الولد نعرفه نحن وبيعرفنا ومرتاح، يعني رح نتابع بهيدي الفكره على الاعمار، بس رح نتوقف مع وقفه صغيره بنرجع بنتابع. ودار الفتوى يواصلان توازيا مشاورتهما، وفي السياق يلتقي رئيس الجمهورية اليوم مجموعة الدعم الدولية وسفراء العرب. ماكرون التقى ولي العهد السعودي في الرياض وأكد الأهمية التي تليها فرنسا لاستقرار لبنان وأمنه وسيادته، مؤكدا وجوب الحد من نفوذ حزب الله الجبير، لا نستطيع أن نسمح للبنان بأن يكون قاعدة للهجمات ضد السعودية. المحكمة العليا في إسبانيا تأمر بوضع رئيس البرلمان الكتالوني في السجن الاحتياطي إلى حين دفع كفالة قدرها 150 ألف يورو. هذه العناوين وسواها نفصلها في نشرة بيروت اليوم في تمام الثانية، كونوا معنا. متابعين بلبنان ذا تويست وكنا مع ألان جابرييل، ألان كنا عم نحكي عن الأعمار، رح يقطع صور لبنوتة عمرها شي 4 سنين. صح. ياسمينة، ومن إلا هاي لياسمينة كمان. هاي ياسمينة. دي يعني هون بعمر ال4 سنين عم شوفها بالصورة، بعمر ال4 سنين بتكون فهمانة شو عم تعمل؟ يعني فهمانة إنه هي بهالعلو؟ إيه. إيه.
والحلو بالاولاد هلا اكيد مش اقل، يعني في عمر معين هلا الاربع سنين ولد عن ولد بيفرق اوقات. سو مش هيك نحن بنحط عاده خمسه، هلا اربع سنين ياسمينة بعرفها. بقى مش هيك يعني اوريدي بتعرفني شخصيا، سو مرتاحه من قبل. صار في ثقه اكثر، صار في ثقه يعني. هلا اهم شيء بعدين وقت بنقول نحن خمس سنين وطلوع تيصير في هالديتاشمون من الاهل، السايكولوجيكال من الاهل، يعني مش معلقين كل الوقت باهلهم وفون يقعدوا 10 دقائق 15 دقيقه بلا اهلهم، والاولاد ما بتخيل قد ايه بينبسطوا. يعني الطريقه الاكسبريشنز تبعولهم بالجو كليا غير عن الادلتس عن الكبار. يعني تحمسوا اكثر وصرخوا اكثر مني. ايه ماشي يعني وبيصيروا ماتش بوكس وليجو، يعني كل شيء بيشوفوه كتويز من فوق انه بيقشعون انه تويز. كل شيء لانه صغير بقى. طب لاحظنا انه كان مع الدول تبعيت هيدي اذا بدك يعني لإلها هيدا الشيء امان بالنسبه لإلها. بتحس بسيفتي. هي سالفه في يجيب الدول تبعيتها معي، قلت لها اكيد لانه هيدي اتس بلس، يعني هي حتكون مرتاحه مع لعبتها. وربطتوا اللعبه مثل اخذتها معه طيرتها معه عادي. خايفه عليها انه ممكن توقع؟ لا لا نو لا ربطناها مزبوط. مش حي الله رسميه الخفيه. طب الا كنا عم نقول انه في عندكم يعني في قوانين تتبعوها بالجو؟ صح اكيد، مثل بسوق السيارات على الطريق في قوانين، كمان في قوانين في برايورتيز بالجو. كل واحد اذا جاي بوجه الثاني كل واحد بده ياخذ يمينه لاعلى. سوق كمان على اليمين. كمان اللي مثلا الاعلى بالجو هو مسؤول عن اللي تحته، لان اللي تحت ما في يشوف في المظلة فول. السؤال هون اذا انت عم بتطير مثلا بقبرص هن بيسوقوا على الشمال صحيح؟ لا ما خلص هيدا اتس ان انترناشونال، هيدا كل شيء افيشن، كل شيء طيران في موحد القانون يعني. مش انه طب انا لان هلا مثلا انت مسافر او طاير كثير بلبنان، يعني اول ما نبلش نطير اوكي بنشوف المشاهد كثير حلوه من فوق وبتبقى مختلفه، بس بعدين على شو بتصير عم بتدوره؟ يعني انت طرت طاير كذا مره من غصتا على جوني صح، شو بعد بتشوف هلا؟ هلا مثل كانك مثلا عم تلعبي ماتش فوتبول، مثلا عم تلعبي بالملعب تبعولك. سو اول شيء هذا اللي بيريحك، يعني بتصيري تعرفي التفاصيل تبع الطبيعه بالمنطقه. سو هذا الشيء اللي بخليك تضايني اكثر ساعات بالجو. يعني اللي بخليك تطول الطايره تبعيتك وتنبسطي فيها اكثر. سو كل ما عم تطيري بالبلد اللي انت عايشه فيه، كل ما حفظتي هالكونديشنز اكثر واكثر، كل ما انبسطتي بالطايره اكثر. هلا انت طاير انترناشونالي بس اكيد لما تطير بلبنان شيء مختلف تماما. اكيد لان انه اتس اور بلاي جراوند، يعني بالنهايه يعني بنعرف الطبيعه مزبوط. بتحب اكثر التجربه بتكون مختلفه. صح. طب انا بشكرك كثير على وقتك وان شاء الله تضلك كثير اكثر، يعني صار عندك 2000 طايره ان شاء الله بيصيروا 10000. ثانك يو. المشاهدين ما في لكم اذا حبيتوا ترجعوا تتابعوا هيدي الفقره، ما لكم الا ام تي في ريبلاي، طبعا لتعرفوا شو جاييكم جمعه الجاي الفيسبوك بيج والانستغرام لبنان ذا تويست. انا برجع بشوفكم جمعه الجاي ان الله راد، الى اللقاء. ما في عيش انا اذا ما كنت حد